شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم بجوله جديده بسوق النهضه لبيع الاغراض المستخدمه. اتمنى تفعلون ويا الفيديو وتخلونا لايك وتشتركون بالقناه. عندنا هاي مجموعه كراسي خشب 8 قطع، سعرهم كلهم 130. 8 قطع السعر 130. شباب عندنا هاي لدات وقلوبات شحن، شمعات وقلوبات على الشحن، هاي سعر القطعة 1000 دينار. هاي ما بيها شحن، تاها شغل لكم اياها بحصها. سعر القطعة 1000 دينار. شباب عندنا هذا طباخ، هذا سعره 125، استخدم استخدام بسيط، السعر 125، 5 عيون. شباب عندنا هذا جهاز جري، جهاز رياضي، هذا سعره 125، هذا جديد سعره 125. شباب عندنا هاي دريلات وكوسرات، هاي سعر القطعة 5000، سعر القطعة 5000، بيه شغالات وبيه لا. شباب عندنا هذا سبلت شركة ميديا، شركة ميديا، هذا سعره 125، هاي قطعتين سعره 125. هذا المكيف سعره 200 الف، اثنين شغالات على الفحص، المكيف سعره 200. شباب عندنا هاي غسالات كهربائية، هاي سعرها 60، هاي 60، هذه 60، اكو لي غاد مستخدمات شوية على 50، بس كلهن شغالات على الفحص تاخذونهن. سعر القطع على 60 و50 الف. شباب عندنا ذني تلفزيونات 2 شغالات على الفحص، استخدامات استخدام بسيط، هذن سعر القطعة على 10000، سعر القطعة على 10000. شباب عندنا هذا مايكروويف، هذا مستعمل بس شيء بسيط، هذا سعره 65، هذا داخله من داخل، صينية داخله مو ما بي بمجال بسيط حجي مال بيت هذا، ها بمجال شوي ولا بمجال بسيط شوي، يعني هذه بالنسبه لي معروف انا ما حاجه على البيت ان شاء الله. ان شاء الله صندوق هاي في اللي انت والدفتر مالته جوا ما شاء الله. اي شباب عندنا هاي ماكينه خياطه، ماكينه خياطه هاي سعرها 55، 55 مو 55، سعرها 55. عدة سباين، فيها شاكوش وسباين ومقص، هاي العدة كلها سعرها 15 الف، العدة كلها سعرها 15 الف. شباب عندنا هاي بلاكات كهربائية، هاي سعر القطعة 1000 دينار، جديد ما مستخدم، سعر القطعة 1000 دينار. عندنا هاي عارضة زجاجية قطعتين، سعر القطعة 240، استخدامات استخدام بسيط، سعر القطعة 240. هاي الثلاجة سعرها 120، استخدمها استخدام بسيط، سعرها 150، هذا داخلها من داخل نظيفة كلش. السعر 120.
شباب عندنا هاي العاب اطفال قطعتين على شكل سياره وعلى شكل دراجه ناريه. هذا سعر القطعه على 30,000، سعر القطعه على 30,000. شباب عندنا هاي عارضه حجم صغير، عارضه حجم صغير تفيد اهل المكاتب اهل المحلات، استخدم استخدام بسيط، سعرها 30,000. شباب عندنا هاي مجمده مستخدمه حجمها متوسط، هاي سعرها 150، السعر 150، هذا داخلها من جوا مستخدمة. عندنا هاي ثلاجات ثلاث انواع، هاي الكبيرة سعرها 140، هذا داخلها من داخل. هاي البيضة سعرها 130، هاي سعرها 130. وهاي الحمرة هم سعرها 130 أيضا على 130، هذا داخلها. شباب عندنا هاي ميوزة مكاتب، هذن قطعتين، سعر القطعة على 150، القطعة على 150. وهذا الميز هو والكرسي على 150، هو كرسي جاهز. هاي القطعة أيضا على 150، أيضا هي والكرسي. شباب عندنا هذا تلفزيون مكتبي شركة شيفاكي، هذا شغال مستخدم بس استخدام بسيط، سعره 30,000، السعر 30,000. شباب عندنا هاي حاسبات مكتبية ولابتوبات، الحاسبات المكتبية سعر القطعة على 125 واللابتوبات على 75. شباب هذا كاونتر لون احمر، كاونتر لون احمر استخدم استخدام بسيط، هذا سعره 500 وبي مجال حتى على 400 يرهم. هذا داخله من داخل استخدامه بسيط. عندنا هاي فوانيس وديكورات أسيجة، كلوبات ديكورات، هاي سعر القطعة على 20,000، سعر القطعة على 20,000. عندنا هاي أي قطعة معروضة على القاعة تقدر تاخذها بألف دينار، أي قطعة تعجبك تقدر تاخذها بألف. حاجة بلف. وهذا الطباخ سعره 90,000، أربع عيون مستخدم، السعر 90,000. شباب عندنا هاي مفرغات هواء، مفرغات هواء، هاي سعر القطعة على 12، أي قطعة سعر القطعة على 12. عندنا هذا كاونتر ثلاث قطع، هذا جديد ما بستخدمه، سعره 300،
السعر 300 ألف. هذا داخل من داخل. الباب عندنا هذا ميز زجاجي، هذا سعره 75، هذا مستخدم سعره 75. شباب عندنا هذا قايش جري كهربائي، هذا على الشغل يبيعه، سعره 80 ألف، مستخدم السعر 80 ألف. شباب عندنا هاي طباخات مطابخ، هذا سعره 200، هذا الكبير ايضا سعره 200، وهذا الصغير سعره 100، هذا 4 عيون سعره 100، استخدمات. هذا داخله، هذا سعره 100، هذا 5 عيون استخدم استخدام بسيط، هذا سعره 200، السعر 200 ألف، هذا أيضا سعر 200. هذا الميز جديد ما مستخدم، هذا سعره 170، السعر 170، وهذا حب قش، هذا سعره 100 ألف، هذا مستخدم سعره 100 ألف. حاجة ربو حاجة خمسمية. هاي العارضات هاي سعرها 300، وهاي حبوا شنو سعرها؟ وهاي الوسطانية سعرها 300، هاي سعرها 200 ألف، السعر 200. شباب عندنا هاي جوزات وبلك سويتشات، سعر القطعة على 1000، القطعة على 1000، جديد ما مستخدم. شباب عندنا هذا مولد كهرباء بنزين شركة أسترا، هذا سعره 75 ألف، السعر 75 ألف. شباب عندنا ذني مولدات كهرباء، هذا سعره 125، وهذا حجي هذا سعره 110، وهذا الكبير هذا سعره 200، شركة أسترا هذا سعره 200. شباب عندنا هنا حالة بناء، هاي سعرها 150، السعر 150، سعرها 150. شباب عندنا هاي دريلات كوسرات مقص كتر، سعر القطعة على 5000، سعر القطعة 5000. شباب عندنا هذا اوتي بخار مال ملابس، هاي سعر القطعة على 5000، جديد شحن، شحن وباتريات، سعر القطعة 5000. شباب عندنا هاي قلاية كهربائية، قلاية كهربائية، هذا داخل عندنا
برتقالي وتحميص. هاي سعر القطعة 30,000. سعر القطعة 30,000. ناسك وجيتي يا معريف كله بخمسمين دينار. أي حاجة بيجيها بخمسمين دينار يا ولد. مشو كلاش بخمسمين دينار. إبانة لقمة الرهيب بخمسمين دينار. محترم؟